sono arrivato a Mantova, io ho preso a Genova, أسرع وقت ممكن. نعم، ممكن أنا أقول
شيء في البيت لكن بس الساعة قبل في 5 دقايق حل المسألة خلاص خبير في الوقت بس فإن الإنجاز تمام بمجرد ما هو الشخص يكون ممتاز في الإنجاز نجي مسألة إنه هو الحاجة الثانية اللي هو الإنجاز وهنا الدوام الدوام عشان كده يقول لك ايش ترى رايح راح الدوام راح الدوام عشان تنجز فالدوام ايش معناته؟ المقصود به هنا انه في يعني هنا الشخص خلاص يعرف في جزء أفضلية الموظف والموظف هي السرعة في الإنجاز بس بينما النشاط هنا النشاط هو يعني أنا كزبون صح إن في شخص ممكن أنا أجيب واحد شخص ممتاز ولا لكن طالما ما في شيء صعب لا ممكن ممكن تروح البيت لا انا اروح الى اخر تمام ويكون في مثلا هنا هنا اداره هنا انا دائما بدات انا بقول له هنا ايش الصباح تيجي تحصل